السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. ناقشنا سابقا كيفية كتابة باراجراف، حكينا إنه الباراجراف بتكون من مجموعة من العناصر اللي بتساهم في توصيل فكرة معينة للقارئ. بنبدأ بالtopic sentence وشرحنا إنه في أكثر من طريقة لكتابة الtopic sentence، وقلنا أكثرها انتشارا أو خلينا نقول وضوحا لما أنا أذكر عدد المعلومات اللي بدي أذكرها في الفقرة، وأيضاً أذكر هذه المعلومات الرئيسية اللي بدي أحكي عنها. اتفقنا أيضاً إنه أنا في عندي جمل داخلية، هاي الجمل هدفها إنها توصل فكرة معينة أو إنها تدعم بالدليل أو بمعلومات محددة هذه المعلومات الرئيسية اللي إحنا حكيناها. طبعاً حنستعرض مثال، هيكون المثال بسيط عشان تتضح الصورة أكثر، وانتوا مع بعض او لحالكم تقدروا تتدربوا وتتمرنوا وتكتبوا مواضيع اصعب او مواضيع بتتعلق بدراستكم اكثر. الان اتفقنا انه في بداية الباراجراف لازم يكون في عندي حاجة اسمها topic sentence. موضوعنا اليوم هيكون عن raising cats or having cats at your home، او اي عنوان بتحبوا تختاروه. المهم الفكرة إنه إحنا هنحكي عن how cats can be good companions. So like I said, we need a topic sentence. So the topic sentence should include the main topic along with the three key ideas we're going to discuss. So what is a good, let's say, topic sentence? Sounds like this. So cats are good pets to keep at home for three reasons. As you can notice, cats and to keep at home, this is the main idea or the main topic. And then the number of reasons we're going to mention are three. And these reasons are, they make good companions. هذه لازم تكون الفقرة الأولى، أو عفوا هيكون الشرح أو الجمل الداعمة الأولى هتكون بما يتعلق بهذه النقطة. النقطة الثانية they cost little money، برضو هذه هيكون تتبع الجمل اللي بتشرحها. ثالثا واخيرا they do not ruin the house. الان احنا لما حكينا عن ال paragraph و writing sentences قلنا او topic sentence، انا ممكن تمام بدل النقطتين هدول احط نقطة، او هدول النقطتين بنسميهم اللي هي الكولن اللي بيجي وراها بيكون اما تعداد او شرح او تعريف. فهنا هذه من ناحية قواعد، من ناحية علامات ترقيم ما فيش فيها مشاكل. الآن إحنا لما بدنا نبدأ نكتب قدامنا خيارين، إما نعمل جملة افتتاحية جملة تعريفية هنا بعد ما انتهينا من topic sentence، أو إني أنا خلاص أفوت ب first second و third. تمام؟ عشان يعني لو أنا افترضت إني أنا بديت ب first، المفروض إني أنا لما بدي أعرض الجملة الأولى أو الحجة الأولى هتكون حجة إلها علاقة بالفكرة الأولى اللي هو they make good companions. طيب دائما نتذكر إنه أنا الكلام اللي بدي أحكيه هو كلام شارح، كلام حجة، كلام يدفع القارئ إنه يصدق. أنا بقول إن هم they make good companions، فبيكون السؤال إنه طب مثلا ليش يعني الكاتس؟ طب ما هو الإنسان makes good companion too. فهي الفكرة إنه أنا عشان أعرض فكرتي بدي أبين إنه في مشكلة اللي هي إيش؟ إنه many people stay alone at home، إنه الناس عادة تقعد لحالها في البيت. And they need some company to make them feel happy. الإنسان معروف بطبعه إنه هو إنسان اجتماعي، وفيش إنسان بحب يقعد ليل نهار لحاله في البيت بين أربع حيطان. حدش يعني بحب هذا الأمر، خصوصا الكبار في السن. تمام؟ فيبقى I'm introducing the problem that many people stay alone at home. And then we say they need some company to make them feel happy. هذه كده قاعدة أنا بفهم الناس إنه في مشكلة، المشكلة إنه الناس بتكون بالبيت لحالها، إنه هم محتاجين حد يكون معهم عشان يحسوا إنهم سعداء. بيجي الآن بدخل في الفكرة الرئيسية تبعتي إنه بما إنكو هيك يبقى إيش بدكم؟ تجيبوا قطط أو تشتريوا قطط. But the best choice is having a new cat to raise and feed.
فأنا أعطيتهم الحل اللي هو بتعلق بموضوعي، إنه أنت إيش تروح تعمل؟ اشتري قطة، تمام؟ طيب لحد الآن هل هذا يكفي مثلا كحجة تخلي تقنع الناس إنهم يشتريوا؟ طب أنت بتقولي إنه the best choice، يعني هو أفضل خيار للواحد إنه يروح يشتري قطة، طب ليش مثلا ما أروحش أشتري ليش ما أروحش أشتري مثلا كلب أو عصفور، تمام؟ فإيش بكمل بحكي؟ إنه ليش هم ليش هم good company؟ They are loyal and fun and always make the owner feel special. الآن هنا إيش الفكرة؟ الفكرة إنه طب كان حكيتي إنه مثلا سعرهم قليل كذا، بقول لك لا، إحنا هنا في هاي الجملة اللي أنا بدي أستخدمها هي حجة تبين إنهم القطط إيش مالهم كائن بيسعد الإنسان، اللي هي they make good companions، إن هم أصحاب كويسين. ليش هم أصحاب كويسين؟ عشانهم loyal and fun and always make the owner feel special. إذا أنت عندك بسة أو بتعرف حدا بسة، يعني لما حد يدخل من الباب كذا بيروحوا هيك عليه باشتياق أو كذا، ودودين ومن هذا الكلام، تمام؟ الآن بدي أنتقل للفكرة الثانية. So we say second، إذا أنتوا بتذكروا إنه إحنا قلنا إنه من أحد الطرق اللي أنا بأثبت فيها الحجة بستخدم إحصائيات، تمام؟ طبعاً هنا مش موضحين، ما يعني according to statistics buying cats costs less than buying birds or dogs for example. هنا أنا ممكن زيادة في الإثبات أروح مثلاً أقول costs 20% less than buying birds or dogs، تمام؟ فطبعاً الإحصائيات أنا لما أكتب فقرات يعني كتدريب مش لشغل أو مش للجامعة ممكن أألف معلومات، لأني أنا بس بتدرب على صياغة المعلومة، بتدرب على صياغة الجمل، بتدرب على كيف أدخل أنواع جمل عندي في الجملة، فمش مشكلة إذا ألفنا. لكن إذا أنا بشتغل شغل حقيقي، بكتب مثلاً تقرير، بكتب مثلاً مقال للجامعة، لا، لازم أتحرى الدقة في المعلومات اللي أنا بستخدمها. طيب هل هذا يكفي؟ لا، بحكي لك إنه بدك كمان حجج تبين، يعني على الأقل كل موضوع من المواضيع الثلاثة اللي بتغطيها عندي الفقرة لازم يكون في عندي معلومات كافية، جملتين على الأقل بتغطي كل موضوع، وإذا كان الموضوع يحتاج أكثر إذا أكثر في الحجج اللي بقدمها. You can also feed them the leftovers of your food so you do not always need to buy them special foods. هنا إيش الفكرة؟ إنه غير إنه أنت تكلفتهم لما تشتريهم أقل، أنت كمان مش مضطر تشتري لهم أكل محدد معين، ممكن المتبقي من الطعام اللي عندك في البيت تعطيهم إياه. تمام، نيجي آخر حاجة، إني أنا بدي أعرض الموضوع الأخير، تمام؟ إيش هو الموضوع الأخير؟ That would be they do not ruin the house. So we can say, no, not this one. Okay, pretend. So this one, I'm going to scratch it. Because I can't delete the. Okay, so pretend that this isn't here, and I'm going to add a new text, okay? Now, finally, or third, we say, unlike dogs, when you leave a cat alone at your house, it does not seem to show interest in ruining your furniture. هنا ببين إنه الكاتس لما تسيبهم في البيت ما حيخربوا الفرنتشر تبعك. طب عفوا، وين الدقة؟ وين الحجة؟ مش كذا، بنروح بنضيف كمان جملة، تمام، عشان تزيد في الحجة، فبنقولهم however you need to train your cat well، يعني أي نعم القطة مش هتخرب البيت تبعك، اوكي،
لكن انت برضو ايش لازم؟ لازم تدربها كويس. الان انا هنا ايش عملت؟ بديت topic sentence، عرضت الثلاث معلومات الاساسية، كل معلومة سبت لها جملة جملتين ثلاثة حسب ايش حاجتها للشرح او الحجة. بعدين بعد ما اخلص عرض كل المعلومات وعرض كل الحجج، بدي احط زي خاتمة تخلص كل الموضوع. طبعا يا جماعة الخير، انتوا زي ما تلاحظوا هنا انه احنا مستخدمين روابط واضحة، اللي هي first, second, third, however, to sum up. هذه بنسميها روابط واضحة. في أنواع كثيرة للربط، في الربط بالمعنى مش الربط بالروابط اللي في الكلمات، بس هذا خلينا نقول يعني أنتوا اقروه لحالكم أو حاولوا أنكم تزيدوا بالمعرفة لحالكم، لأنه يعني إحنا ما يعني هو مش course writing أولا وأخيرا، لكن إحنا بهمنا إنه يكون في عندكم الفكرة العامة، وأنتوا تقدروا لما تشتغلوا أو تبحثوا يصير في عندكم تصور على إيش بتدوروا وعلى إيش بتبحثوا. فممكن هنا لما بدكم تدوروا الدورة عن how to connect sentences semantically، يعني كيف أربط بالجمل بالمعنى مش grammatically أو syntactically، يعني مش بالقواعد. طيب to sum up، كيف كانت الخاتمة؟ بيقول لك إنه أنت بترجع تحكي أهم معلومة، إنه cats are interesting pets and they can make you feel less lonely. هنلاحظ إنها بالمجمل تيجي بمعنى ما جاء في المقدمة، لكن بألفاظ ثانية عشان تبين نوع من التنوع في الألفاظ المستخدمة والمفردات. يعطيكم العافية. حاولوا إنكم أنتوا تكتبوا مواضيع وتتدربوا مع بعض عشان تحسوا بالفرق وتحسوا إنكم استفدتوا.